في استاذ محمد، في كنا بنتكلم في الفاصل وانت كان ليك كده عباره عظيمه جدا ان مارسيل كولر ماشي على النهج بتاع مانويل جوزيه ان هما الاثنين طماعين كوره. يعني شفنا النهارده تصريحات مارسيل كولر ان هو راجل مش مقتنع بالاداء ومش مقتنع بال1-0. ده قال الخصم افضل مننا رغم ان طبعا الخصم مش افضل، يعني سيراميكا النهارده ما كانش بيقدم المباراه الافضل خالص، وكان اداء دفاعي على المرتده يعني صرف. وبرده كان كابتن حلمي طولان يعني برده نشكره ان هو لسه ماسك الفرقه وبيلعب على قد امكانياته، ان هو بيحاول يلعب على المرتده وكان هيخطف فعلا. ده حقيقي لولا تألق مصطفى شبير. طبعا في كورتين يعني كان ممكن يخلص فيهم الماتش حلمي طولان. لكن نرجع لكولر، كولر ممكن يكون بيقول الكلام ده برده من الناحيه التحفيزيه، ان هو عايز يحفز اللعيبه قبل ويشحنهم قبل مباراه الوداد اللي هنتكلم عليها برضو باستفاضه. لكن هو المباراه النهارده بروفه لمباراه الوداد، واللي حصل النهارده هو كولر مش عايزه يحصل تاني، ان كم الفرص اللي بتضيع. احنا شفنا بيرسي تاو بيضيع فرصه يعني من قدام المرمى غريبه جدا. جدا نفس الفرصه اللي ضيعها كهربا برضو في الشوط الاول بالظبط. كهربا برضو ضيع كره هو يعني هو المرمى مش عارف ازاي برضو ايه عمل الكره غرفها من تحت لفوق كده. برضو نفس الكلام بيرسي تاو ادها قوه اكتر من ان هو يركز، ده لو لمسها لمسه صغيره بسن رجله ببطن رجله في اي زاويه جول جول. فالتركيز ده ما فنش اللي عمله كولر اللي اتفق عليه مع اللعيبه ودربهم عليه طول الاسبوع او طول الفتره اللي فاتت على ان هو يكون النهايه بقى في المرمى في الشبكه، ما بيحصلش. فبالتالي لازم يبقى غضبان. كان نفس المدرسه مانويل جوزيه، كان بيبقى طماع جدا ان هو عايز حتى لو جاب هدف يجيب الثاني والثالث والرابع. كان دايما بيحب ان الكره تبقى هجوميه. كولر الفترة الأخيرة اتعلم كتير في النادي الأهلي، عرف يعني ايه الكرة الأفريقية، ان هو ازاي كان بيفتح ملعب دايما. حتى في مباراة بعد مباراة سان داونز تحديدا الخمسة بدأ بقى ان هو يبقى فيه تأمين دفاعي، بدأ يبقى فيه. النهارده ما كانش فيه الكلام ده، النهارده لعب تاني كرة الهجومية. كان حتى شفنا متولي وعبد المنعم بيغلطوا وبيسرحوا في اوقات، فهو متضايق من ده، السرحان ده ما ينفعش. هو كمان علق برضه عليه ان هو اللعيبه بتندفع للهجوم على حساب الواجبات الدفاعيه بالظبط.